هيدا النهار بالذات بتذكر أنا أخذت لارا من البيت الصبح. كان مكتبي حد مكتبها دغري يعني. كان كل يوم في عندك الصبح بدك تلتقي فيها، بدنا نشوف شو صار بالنهار أو شو بدنا نعمل خلال النهار أو كتير أشياء. كتير نشيطة، بتضلها رايحة جاية بالمكتب، very energetic، بتحب شغلها كتير، very attentive to detail، ما حدا زعلان منها، ما حدا يوم حكي عنها أو حكيت عليه أو you know it's very friendly person، very human، إنساني، وعشان هيك هالشوك ما بيروح. Pure positive energy. البنت, she is one of the sweetest people you would know. بس her energy was يعني أول ما تصع الشغل كل الانرجي بتغير كان. And she was very positive, وخصوصا يعني I'm not a morning person. بس كنت شوفها كان دغري بتصحصح. لارا حدا كتير بحب الحياة، الحياة تلبق له. إنه حدا دايماً عم يضحك. كانت تسمع كتير لارا، كانت تسمع بصدق يعني يعني إنه بتفاجئك إنه هي مهتمة. هلا هي كانت مهتمة. حوالي الساعة 4:30 بتجي لارا لعندي على المكتب وبتطلب إنه نفل بكير شوي. سو بتقلها أوكي إنه أنا عم بعمل كم شغلة، 5-10 دقايق بنقوم نمشي. قلتلها إنه ليه على البيت؟ قلت لي بدي أطلع أنام شوي. سو وصلتها على البيت وصلت أنا على محل ما كنت رايحة، طلع الانفجار. مكتب لارا زيز منكسر، زيز واحد منكسر، دفتر على الأرض ما وقع، المكتب كله ما بقي شيء منه أبدا، طاولات تكسرت، كمبيوترات تكسرت، حيطان قلبت، سقوفة نزلت، إلا مكتب لارا ولا زيز انكسر. لو بقيت نص ساعة زيادة بالمكتب ما صار له شيء. بس لما صار الانفجار حسب ما سمعنا من عائلتها الدم إفريوير، يعني على التخت، على الكنباية، على الخزانة، على الباب. ولارا انصابت كمان عينها، انجرحت يعني عينها صار فيها شيء. مرق كم ساعة. هلا يوجوالي لارا بتسأل عن الكل إذا صاير شيء بالبلد أو بدها تطمن عن حدا. في جروب كان للإمبلويز كلهم، كانت دايما لارا إنه حدا باشي، حدا مأخر، كلكم يور أوكي. كنت اوريدي عم جرب دق لارا، ما في خطوط، يعطي مسكر، واتساب ما يوصل. سو اي واز لايك انه في شيء مش مزبوط، وبعرف انه لارا كانت بالبيت. من حدا لحدا اخذنا رقم حدا بيقنوا بخص لارا، وعرفنا انه لارا شي از اوكي على اساس مش انه هالقد حالتها از بعد. ونهار عن نهار صرنا نعرف انه لارا عم تتراجع حالتها. بأول فترة وقتها كانت بعدها بالمستشفى هون بيروت، رحت لشوفها وما خلوني فوت لأنه ما كنت حدا من أهلها. أنا كنت بدي شوفها وما بدي شوفها كرمال أنه ضل الصورة هي أنه الحدا، لأنه حدا هالقد حيوي ما في يشوفه انطفى. في ريبورتاج عنا وقتها كانت حطوا الفيديو هون. ما كنت شايفها قبل انت؟ 100%، لا ما كنت شايفها. شفتها؟ ايه كان مثل كان مثل الكف، مثل الكف. انا صراحه رحت عملت لها زياره بالاوبيتال، حاولت تكون محمد معها كل يوم بتسأل عليها، كنت مع هيكل او جسد انسان بس ما كنت مع لارا، يعني ما شفت لارا. انا بدي يعني ارجع اشوف لارا. ما بعرف إذا عم تسمعنا أصلاً. بعرف إنه لارا قوية وعم بتجرب تقوم من هي اللي هي فيه، وأنا I still have hope وناطرتها، وكل يوم بفكر فيها وكل يوم بحكي معها. إيه حيلا طريقة. يا ريت في عالم مثله بكل بساطة. She doesn't deserve this. هلا ما حدا بيستاهل هيك شيء أكيد. بس خصوصا على حدا مثل لارا، الله يعينه والله يكون مع عائلته.
مامي يلا نحن جينا لعندك اليوم حبيبتي، جايين نشوفك وشق عليكي. كل يوم نجي ما ولا يوم ما سكرنا. كل يوم كل يوم بتضلها ببالنا، كل يوم يعني صراحة. عند كثير صعب الواحد يتقبله، يتقبل شو عم بيصير. لارا ما اختفت، لارا على طول بنتذكرها كل يوم، عايشه معنا كلنا. لارا كان عندها بيج دريمز، وشغله منهم كانت هير كارير، انه تكبر وتصير اقوى بهير كارير. ونهارها يعني كان اجاها تليفون، كان عندها a few days later a very important interview. عم بتصوريني فيديو؟ لي ساعة انت وانت شو بتنزلي ساعة؟ اوكي فاشينيستا هاندي. اه اوكي. ما بعرف ليش حاسه ايام انا صور احتفلت قريبا. انا مش حاسه، انا شعوري مؤكد. يعني ما الواحد ما في كلمات الواحد يقدر يعبر عن هذا الشيء، ما بكل صراحه ما في words. مكتبها بعده موجود وغراضها موجودة وكل شيء موجود. بدي أقول لك شغلتين، واحدة بشعة اللي هو يا ريت ما تعرفنا عليكي وتعلقنا فيكي، وشغلة تانية نحن ناطرينك ما بقى تطولي. بما أنه تعرفنا عليكي وحبيناكي ناطرينك. رجعي محلك محفوظ. بس أنت رجعي. ضلي تذكريني.